المتبرعين. لو نتحدث عن الاشتراطات اللازمة للشخص المتبرع من ناحية الوزن، الأمراض المعينة اللي ما لازم تكون موجودة فيه أستاذ محسن؟ طبعا المتبرع بالدم يشترط فيه بداية أن يكون عمره من 18 عاما إلى 65 عام. ممتاز. يشترط أن يكون وزنه 50 كيلو جرام وأعلى. أيضا يشترط أن يكون ما عنده أي أمراض تمنع من التبرع في الدم. بعض الأمراض طبعا يتم تحديدها وفق الأطباء، وأيضا لما يجي المتبرع أول إجراء عندنا دائما يتم إجراء مقابلة له والتأكد من سلامته وقدرته على التبرع بالدم. طبعا استمارة التبرع بالدم تحتوي على العديد من الأسئلة. لما يجي المتبرع نطلب منه أن يجاوب هذه الأسئلة بشفافية وبمصداقية، بحيث أن نقدر نشوف هل بإمكان هذا المتبرع التبرع بدمه، أو أيضا نتأكد هل دمه آمن لنقله للمرضى فيما بعد. فهي هذه أهم الاشتراطات الحالية اللي ممكن. ممتاز. هناك يمكن بعض المخاوف من الناس أنه أنا ما أتبرع بالدم، أخاف أنه يصير لي مضاعفات معينة بعد عملية التبرع بالدم. إلى أي مدى صحة هذا الكلام، أو هل في أعراض معينة قد تظهر للشخص المتبرع بالدم؟ طبعا دائما نحن ننصح المتبرع اللي راغب أنه يتبرع أنه اليوم اللي قبل التبرع يأخذ قسط وافر من النوم. ممتاز. وأيضا الإكثار من شرب السوائل قبل التبرع وبعد التبرع. أسباب ذلك حتى ما يكون في أي تأثير صحي، لأن بعض الأشخاص ممكن يحس بدوخة أو يحس بصداع بسيط أثناء التبرع بالدم، ونسبة الأشخاص اللي تحدث عندهم هذه المضاعفات يمكن لا تصل إلى 1% أو 2% على نسبة تقريبا يعني.